كرا كانت وردة وردة في روشة عين بنتي ولدت وحدة أخرى كاع مش قاش شافوتنا في لوبيتال أونكولوجي. أنا لا شيميو كنت نسمع بيها ما كنت بصح كي شتها في بنتي قلت لها يا ربي ما تبدي تهتموا من هذه لا شيميو عذاب عذاب كي نقول لك لا سوفرونس لا سوفرونس. سوفيت حاجة بل نقول لك كلمة صغيرة بزاف بس كل شيرة صغيرة 20 عام شعري طيح صحتي تروح بعد ما كنت نجري وليت ندرق دا قرايتي راحت كل شيء تمام صعب كل شيء راح لي زم ما كانش غواني عايشة وصاي هذا ما كان ليس السيارة في حد ذاتها اللي يعني اللي سبت هذا المرض. السيارة كانت فقط تكون أبلو فاكتور ديكرونشر نقولوا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هذيك السيارة ربما كانت خير اللي ضربتها لخطر شو كما ضربتهاش السيارة لا تيومور كانت كاينة كانت كاينة في العظم وربما كانت تزيد تطلع وربما تدي لها كاع الجسم تاعها وتروح. إذا السيارة هذيك اللي ضربتها كان فيها خير اللي بيها لما مشاو يعني كي واحد ضرب السيارة يكون عندها فراتور يديروا لها انترفونسيون لا نومبروشاج ولا يديروا لها ليفيس ويبلعوه. لكن في الحالة انتها لما شافوا بأن هذاك العظم ما كانش عادي ربما كان داخل فيه ربما أشياء ولا شافوا دينيكروز ولا شافوا حاجة يعني كان سرطان. إذا هذا السرطان عادة يجي للأطفال ويجي عند الجون ويجي حتى البنتسانكم هذا يسموه الأوستيوساركوم. الخميس هذا اللي جاي انتظروا الحصة تاع إكرام عن الساعة 9 بلقولوا ما قلتش أنا قلت والله ما نطلقكم نحاسبكم يوم القيامة على 9 تاع اللي نهار الخميس إن شاء الله ما نقع ما عاد قاش يكون تفوت هكذا رجول خفاء راكم معايا. الله يبارك في الجميع وأحسن الله إليكم وإلينا إن شاء الله.